فلا نستطيع أن نشكل قوة سياسية من نظام فلس ومن نظام فاسد. ونحن نعلم أن أغلب 80% بما يسمى بالمعارضة هي من التي تحملت مسؤولية تسيير هذه البلاد ولها مسؤولية على الأوضاع التي تعرفها البلاد اليوم. الاتحاد العام عملنا في هذه السياسة لأن قلنا الأولاد البطالين، الشبان البطالين هم أبناء العمال، وبالتالي ما نقدرش ندافع على القدرة الشرائية لأن القدرة الشرائية هي قدرة شرائية تاع أسرة. وإذا كان استطعنا نحافظ بالدرجة الأولى على منصب الشغل، وبالدرجة الثانية نوفر مناصب شغل جديدة، إذا عوض يكون عامل واحد في الأسرة يصبحوا زوج عمال، يصبحوا ثلث عمال، وبقدر ما يكبر عدد العاملين في الأسرة بقدر ما نقول حقيقة الموج ديماغوجية أننا ندافع على القدرة الشرائية تاع الأسرة. أبا نحاسبهم على الوعد، قالوا لنا من أجل حياة أفضل لقينا أرواحنا من أجل حياة أفقر. أبا يقولوا لنا علاه وصلنا للفقر هذا؟ عندنا حق نطالب سبحان الله بيعطيونا نورون كونت علاش وصلنا لهذا. الحاجة الثانية علاه نطالب بالتحقيق؟ لأن كاينه كثير من الرؤوس تسقط وكثير من الأقنعة الثانية تسقط.